السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نقدم لكم واحد شلاضة كتجي زوينة بزاف، اللي درتها بالمساعدة مع الأخت عائشة اللي عندها قناة ديال عائشة ريسيبيز. غادي تلقاو الرابط ديالها عندي هنا لتحت، ومن بعد غتلقاو الرابط ديالها في الفيديو الا بغيتو تشوفوا الشلاضة ديالها حتى هي وتشوفوا القناة ديالها، لأنها فعلا كدير حاجات زوينة، مأكولات زوينة. وهذه مقدمة ديال الفيديو ديالها. السلام عليكم، انا عائشه من قناه عائشه ريسيبي. اليوم غادي نقدم لكم انا وبشرى من القناه الرائعه مروكن دي لايف اون سالاد دو ري بريستيج، كتجي زوينه بزاف في الشكل والمذاق. نتمنى تشوفوا الفيديو ديالي، الرابط كيظهر في الشاشه، وتابعونا في لاشين ديالنا بجوج، وفرجه ممتعه. المهم نبداو على بركه الله. هاد الشلاضه هادي غادي تكون بالروز. باش نديروا هاد الشلاضه، اول حاجه للروز غادي نحتاجو الروز مسلوق. سلقت الروز في الماء مع شويه ديال المليحه والبزار وشويه ديال الزيت، غير كيتسلق كنطفيو عليه وكنصفيوه. عندي المايونيز، مايونيز درته في الدار، عندي الريسيبي ديالو، غتلقاو الريسيبي ديالو من تحت الفيديو اولا تلقاوها حتى هي في الفيديو. ما عليكم غير تكليكيو على الرابط ديالها وتلقاو الريسيبي، هذا الوصفه ديالو. سبحاني. عندي الذره، وعندي بيضة مسلوقة قطعتها طريفات. بالنسبة للروز، الكمية اللي غادي تناسب الإطار ديال الكيك اللي عندكم اللي باش غادي تقادو. المهم نبداو على بركة الله. أول حاجة غادي نخلطو كل شيء. غنديرو هذا الذرة، بالنسبه للروز يمكن لكم ديروا الطون، يمكن لكم ديروا الجلبانه مسلوقه، يمكن لكم ديروا اي حاجه يعني اللي تكون كتعجبكم، ماشي بالضروري ديروا نفس الشيء. يمكن لكم تحذفوا البيض، يمكن لكم تحذفوا الجلبانه، يعني اللي بغيتوا. كنديروا البيض وكنديروا الكميه اللي غنحتاجوا للروز ديال المايونيز. بسم الله، صافي وغنخلطوا كل شيء مع بعضه. بالنسبه للمايونيز كنديروا القدر اللي غادي يخلي الرز يتجمع لينا، باش ملي نديروا الرز في شي اطار يبقى الرز راسي ويشد الشكل ديال الاطار. يمكن لكم تضيفوا الملحه، انا حيت الروز ملي سلقته درت ليه الملحه ودرت ليه البزار ودرت ليه شويه زويته. يمكن لكم الا سلقتوه بلا ملحه ولا الا بغيتوا الملحه في هذه المرحله هذه، يمكن لكم تزيدوا شويه الملحه وشويه ديال البزار. يمكن لكم تزيدوا حتى الفرماج مقطع. هاد السلطه هادي سهله بزاف بزاف، وفي نفس الوقت كتجي زوينه. كيف ما كتشوفوا الروز دابا وجد، دابا غادي ننتقلوا باش المرحله باش غادي نقادو فوق صينيه ولا طبسيل وباش غادي نزوقوه والشلاضه ديالنا غادي تكون واجده. كناخذوا شي اطار ديال الكيك يكون دائري، وكندير له هاد الفيلم اتيغابل. الا كان عندكم الاطار ديجا محلول من التحت من القاع، يعني يمكن لكم تستعملوه بلا ما تستعملوا هذا، سينو ديروا هذا الفيلم هذا. ومن بعد كنحطوا الرز ديالنا هنايا في، كنحطوه كنبركوا عليه هكا بالمعلقه ديالنا، الظهر ديال المعلقه، باش يتقاد ودوك الحبيبات ديال الرز يتماسكوا مع بعضياتهم. كنتمنى انكم تزوروا القناه ديال الاخت عائشه، القناه ديالها عائشه ريسيبيز. القناه ديالها فعلا رائعه زوينه، كدير ماكولات وصفات زوينين بزاف.
وانا متبعاها من شحال هادي، كيعجبوني الوصفات ديالها. كيف ما كتشوفوا انا قديت الرز ديالي هنا في هذا الاطار هذا، دابا غتحطوه في شي طبسيل دائري الا كان عندكم، ولا في صينيه دائريه، ولا اي حاجه اللي بغيتو. انا غنحطها هنا، فدايما غادي نقلبوها هكا ونقلبو هذا الاطار ديالنا ميكا. من بعد ما كنحطو هاد الرز ديالنا على هاد الشكل، كنجيبو واحد الاطار واحد اخر ونحطوه من فوق الشكل الدائري ديالنا. خاصنا نتاكدو بانه الاطراف متساويه مع بعضها، وكنجيو كنحطو الرز كنعمرو هاد الاطار هذا الفوقاني حتى هو بالرز. يمكن لكم تستعملوا اطار كبير كما الاخت عائشه استعملت اطار كبير، يعني هنا يكون اطار كبير واللي فوق منه على حسب الاطارات اللي عندكم، على حسب شنو متوفر عندكم، وعلى حسب شحال ديال الناس غادي ياكلوا هاد الشلاضه هادي. من بعد ما كنحطو كنحيدو الاطار ديالنا، فدابا من بعد ما درنا هاد الشكل هذا، دابا غادي نزينو هاد الشلاضه ديالنا، غادي نزينوها كيف ما بغيتو. دابا غننتقلوا للمرحله ديال التزيين. بالنسبه للتزيين ديال السلطه ديالي، غادي انا عندي هنايا الابيض البيض المسلوق، حيدت منه اصفر البيض وقطعته المثلثات. انا استعملت طريقه تزيين مختلفه على الاخت عائشه، ولكن هي الطريقه ديالها فعلا زوينه. وانتم الراي ديالكم، شوفوا هذا السلطه ديالي وشوفوا السلطه ديالها وديروا انتم اللي عجبتكم. بالنسبه من بعد غادي ندير الخيار مقطع طرونش، الخص عندي باربه محكوكه سلقتها وحكيتها، هذا اصفر البيض حيدته من هنا وحكيته، وعندي باربه قطعتها دواور ومن بعد قطعتها على شكل مثلثات بحال هكذا. اول حاجه غادي نبدا بهاد الجوانب هادو، غادي ندير فيهم الخيار، وباش نلصق لي الخيار كندير واحد شويه ديال المايونيز وكندورو غير بشويه من هنا على الجناب بحال هكذا باش يلصق لي هذوك الخيارات يلصقوا لي على في الجوانب ديال الرز. كنمسحو هاد الجناب هادو، هاد المايونيز هذا اللي بقى لي الورق ديال التنشيف اللي كنشفو به الزيت باش ما توسخش لي الطبسيل ديالي. الطبسيل يبقى نقي، من بعد كنحطو كنزوقوها بهاد الطريفات ديال الخيار هكا. بالنسبه لهذا الجنب هذا، هاد الجناب هادو اللي من هنا ديال الفوقانيه، انا غادي نزينهم بالباربه في نفس الشيء. كندير فيهم المايونيز في الجناب. من بعد ما صوبت هذه، دابا غادي نزوقوها بهاد الطريفات ديال الباربه. من بعد ما زوقنا هاد الجهه هذه، انا غادي ندير هذه اللي محكوكه، غادي نديرها في الجناب من هنا. طبيعه الحال التزيين كيعود لكم نتوما، يمكن لكم تستعملوا طريقه التزيين ديالي، ولا يمكن لكم تستعملوا طريقه التزيين ديال الاخت عائشه، او لا يمكن لكم تبتكروا نتوما وديروا الطريقه ديالكم اللي عجبكم. من بعد ما درت الباربه ديالي من هنا من الجناب، دابا غادي نزوق هذا الفوق هذا. غادي ندير هاد الانصاف ديال ابيض البيض،
بحال هكا. كيف ما كتشوفوا شلاضة ديالنا دابا وجدات، كيف ما قلت لكم نتوما كيبقى لكم دائما الاختيار ديال التزيين، يمكن لكم تزينوها كيف ما بغيتوا. كنتمنى ان شلاضة تكون عجبتكم وانكم تديروها ان شاء الله، وكنتمنى ايضا انكم تزوروا موقع ديال اخت عائشة ريسيبيز، القناه ديالها، وتشوفوا شلاضة ديالها حتى هي لانها فعلا رائعه. السلام عليكم، خليتكم على خير. كنتمنى ما تنساوش انكم تسجلوا في القناه ديالي. يلا خليتكم على خير، بسلام عليكم.